خصوصا حضرة السيد الوالي طبعا حضرة أبو يحيى الحبيب عبد الله بن عبد القادر سيد محمد السيد علي حضرة سيد علي بن فقير بن محمد بن عبد الله وانا اقدر الدرهم ساعد علي الدروس مثلا سلم الشاطري وانا اقدر الدرهم وانا اقدر الدرهم ما اقدر الدرهم يا عمر حمد المسلم المسلم علي بن ملكة المسلم المسلم أبي عبد القادر بن أحمد الجداوي وزارة الترين سيد محمد مطول الشعراء سيد محمد سعيد رمضان البوطي وزارة الترين وزارة الترين سيد من كرد سيد الفداني وزارة حسن مشاط وزارة علي بن الملك سيد عباس لا أقدر الدرين عبد الرحمن الملك الثاني ما أقدر الدرين ما أقدر الدرين ما خير أفندي ما أقدر الدرين ما أقدر الدرين ما ينر هذا محمد كردي ما أقدر الدرين ما مصدر كشيج ما أقدر كمزكريا حضر الدر إمام باب الزمان حضر الدر إمام 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 ثم إلى حضر الدر إمام ثم إلى حضرة حضرة ثم إلى حضرة كريم أن الله يغفر لهم ويرحمهم من درجات الجنة شكر الله لهم والفاتحة صايب ولد رضي الله عنه وزالي
Syurillahinum al-Fatihah. أرواح المؤمنين والمؤمنات مسلمين مشارق الأرض ومغربها من يمين إلى شمال من قاف إلى قاف من بعد أمان شهود الله لهم الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا ربي صل على يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد yang keras semuanya يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لاح في الأفق نور كوكب يا ربي صل على ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لاح بدر وغاب غيهاب محمد ما ريح نصر بالنصر قد هاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما سارت العيس بطن سبساب يا ربي صل على صل على محمد وكل من للحبيب ينساب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للنبي يصحاب يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذناب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب يا ربي صل
على محمد واصلح وسهل ما قد صعب يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد أعلى البرايا جاها وأرحاب يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد أصدق عبد بالحق أعراب يا ربي صلي على صل على محمد خير الورى منهجا وأصواب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما طير يمن غنى فأطراب يا ربي صل على صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي على محمد أشرف بدر في الكون أشرف أكرم داع يدعو إلى الحال يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صلي على صلي على محمد أحلى الورى منطقا وأصواب يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا رب صلي على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي على محمد من بالسخاء والوفا تخلى يا رب صلي على صلي على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صلي على محمد يا
رب صلي على محمد وله ومن بالنبي تعلى. صلي على محمد وله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد ومن بحبل النبي توثق. رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرج عظمتين رتا العالمين. فانفعنا ببارك
بركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودرجي عتبة يتيرة وبارك عليه وعلى آله وصحبه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في القرار الكريمة والجباه وأسمح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه صلى الله عليه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقلا تحل المسامع بحلاه صلى الله عليه واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية صلى عليه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عاطر اللهم قبره الكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وبعد فأقول هو سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله
الحسنية صلى الله عليه ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعليا صلى الله عليه ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية صلى الله عليه إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما صلى الله عليه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فير واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية صلى الله عليه وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى صلى الله عليه ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية صلى الله عليه وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى صلى الله عليه ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية صلى الله ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه صلى الله عليه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية صلى الله عليه إلى الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام نسبته ومنتمى فأعظم به صلى الله عليه وسلم من عقد تألقت كواكبه الدرية صلى الله عليه وكيف لا وكيف لا وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا عقد شدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء صلى الله عليه وأكرم به صلى الله عليه وسلم من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه صلى الله عليه حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه صرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عاطر اللهم قبره الكريم بعرف شديم صلاة وتسليم
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره صلى الله عليه وسلم جسما وروحا بصورته ومعناه صلى الله عليه نقله صلى الله عليه وسلم إلى مقره صلى الله عليه وسلم من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى صلى الله عليه ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا صلى الله عليه وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسيا صلى الله عليه وأينعت الثمار وأدنى شجر للجان جنا صلى الله عليه ونطقت بحمله صلى الله عليه وسلم كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية صلى الله عليه وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه صلى الله عليه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأس حميا صلى الله عليه وبشرت الجن بإذلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية صلى الله عليه ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه تاه صلى الله عليه وأتيت أمه صلى الله عليه وسلم في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه صلى الله عليه وسلم إذا وضعته صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لأنه ستحمد عقبا عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله صلى الله عليه وكان قد اجتاز بأخواله صلى الله عليه وسلم بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه ومكث فيه
شارا سقيما يعانون سقمه وشكواه صلى الله عليه. وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه صلى الله عليه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وآله وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه، حضر أمه صلى الله عليه وسلم ليلة مولده صلى الله عليه وسلم آسية ومريم عليهما السلام في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ السنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا مبجد، يا إمام القبلتين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. طلع البدر علينا من ثنيات ودار
في المبرد وردونا يوم النشور طالع البدر عليك من ثنيات العدا والبلا صلوا عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر تذلل بين يديك واستجارك يا حبيبي عندك ظبي النفور طلع البدر علينا من ثني جئتهم والدمع سائل قلت قف لي يا دليل طلع البدر علينا من شنيات الوداع نحواتك المنازل في العشايا والبكور طلع البدر علينا من شنيات الوداع ولهم فيك غرام واشتياق
وحنين طالع البدر علينا من شنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا قد بدت حائرين أنت للرسل ختام أنت للمولى شكور طالع البدر علينا عبدك المسكين يرجو فضلك الجام الغفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير طالع البدر علينا من شنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا يا مجير من سعير يا غياثي يا ملاذي في مهمات الأمور طالع البدر قد تملى وانجلى عنه الحزين فيك يا بدر تجلى فلك الوصف الحسين طالع البدر علينا من شنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ليس أزكى منك أصلا قد يا جد الحسين فعليك الله صلى دائماً
طول الدهور ولا البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع استجيب يا الله دعانا استجيب يا الله دعانا استجيب يا الله دعانا يا مجيب الدعوات استجيب يا الله دعانا استجيب يا الله دعانا استجيب يا الله دعانا يا مجيب دعواتي يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عنا سيئات استجيب يا الله دعانا استجيب يا الله دعانا استجيب يا الله دعانا يا مجيب الدعوات أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومقيل العثرات استجيب يا الله دعانا استجيب يا الله دعانا استجيب يا الله دعانا يا مجيب الدعوات عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات استجيب يا الله دعانا استجيب يا الله دعانا استجيب يا الله دعانا يا مجيب الدعوات وصلاة الله تغشى عند تحرير صدور أحمد الهادي محمد
محمد صاحب الوجه المنير. استجيب يا الله دعاء كالشمس من كمضيء أسفرت عنه ليلة غراء. ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء. يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تناله النساء. صلى الله عليه. وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء. صلى الله عليه. مولد وبال عليهم ووباء. صلى الله عليه. وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء. صلى الله عليه. هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية. صلى الله عليه. فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات وصفات سنية. صلى الله عليه. مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة
واسع العينين أكحلهما أهدب الأشفار قد منح الزجاج حاجباه صلى الله عليه مفلج الأسنان واسع الفم حسنه واسع الجبين ذا جبهة هلالية صلى الله عليه سهل الخدين ورافي أنفه بعض حديد بن حسن العرنين أقناه صلى الله عليه بعيد ما بين المنكبين صبط الكفين ضخم الكراديس قليل لحم العقب كثلحية عظيم الرأس شعره إلى الشحمة الأذنية صلى الله عليه وبين كتفيه صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة قد عمه النور وعلاه صلى الله عليه وعرقه صلى الله عليه وسلم كاللؤلؤ وعرفه صلى الله عليه وسلم أطيب من النفحات المسكية صلى الله عليه ويتكفأ في مشيته صلى الله عليه وسلم كأنما ينحط من صبب ارتقى صلى الله عليه وكان يصافح صلى الله عليه وسلم المصافح بيده الشريفة فيجد منها سائر اليوم رائحة عبهرية صلى الله عليه ويضعها على رأس الصبي فيعرف مسه صلى الله عليه وسلم له من بين الصبي ويضرى صلى الله عليه يتلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم الشريف تلالؤ القمر في الليلة البدرية صلى الله عليه يقول ناعته صلى الله عليه وسلم لم أر قبله صلى الله عليه وسلم ولا بعده صلى الله عليه وسلم مثله صلى الله عليه وسلم ولا بشر يراه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلواتنا سين داري kudu kompak di mana nyebat sifat Rasulullah SAW jenengan Rasulullah SAW di mana ya nuwun salawat ke Rasulullah SAW orang kedah ngiring langsung ngaoskeun salawat وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخصف نعله صلى الله عليه وسلم ويرقع ثوبه صلى الله عليه وسلم ويحلب شاته صلى الله عليه وسلم ويسير في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم بسيرة سرية صلى عليه ويحب صلى الله عليه وسلم الفقراء والمساكين ويجلس صلى الله عليه وسلم معهم ويعود صلى الله عليه وسلم مرضاهم ويشيع صلى الله عليه وسلم جنائزهم ولا يحقر صلى الله عليه وسلم فقيرا أدقعه الفقر وأشواه
صلى الله عليه ويقبل صلى الله عليه وسلم المعذرة ولا يقابل صلى الله عليه وسلم أحدا بما يكره صلى الله عليه وسلم ويمشي صلى الله عليه وسلم مع الأرملة وذوي العبودية صلى الله عليه ولا يهاب صلى الله عليه وسلم الملوك ويغضب صلى الله عليه وسلم لله تعالى ويرضى صلى الله عليه وسلم لرضاه صلى الله عليه ويمشي صلى الله عليه وسلم خلف أصحابه صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم خلوا ظهري للملائكة الروحانية صلى الله عليه ويركب صلى الله عليه وسلم البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه صلى الله عليه وسلم أهدى صلى الله عليه ويعصب صلى الله عليه وسلم على بطنه صلى الله عليه وسلم الحجر من الجوع وقد أوتي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الخزائن الأرضية صلى الله عليه وراودته صلى الله عليه وسلم الجبال بأن تكون له صلى الله عليه وسلم ذهبا فأباه صلى الله عليه وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويبدأ صلى الله عليه وسلم من لقيه صلى الله عليه وسلم بالسلام ويطيل صلى الله عليه وسلم الصلاة ويقصر صلى الله عليه وسلم الخطب الجمعية صلى الله عليه ويتألف صلى الله عليه وسلم أهل الشرف ويكرم صلى الله عليه وسلم أهل الفضل ويمزح صلى الله عليه وسلم ولا يقول صلى الله عليه وسلم إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه صلى الله عليه وها هنا وقف بنا جواد المقال عن الطراد في الحلبة البيانية صلى الله عليه وبلغ ضاعن الإملاء في فدافد الإيضاح منتهى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Kita berdoa di akhir majelis kita yang mulia. Semoga segala doa kita yang baik di sisi Allah dikubul oleh Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi barik wa sallim radha'an jami' sahabul qarab wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amin ya rabbal alamin alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم من سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحمالة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال إخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتكفينا كل مدلهمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية وتمهو عنا كل ذنب جنينا وتسرى لكل منا عيبه وعزه وحصره وعياه وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذراه وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غناه. اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزية ولكل راج ما أمله فيك رجاه وقد سألناك راجينا مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا فحقق لنا ما منك رجونا فحقق لنا ما منك رجونا. اللهم أمن الروعات وأسله الرعاة والرعية وعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجراه. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعم سياب سيبه السبسب ورباه واغفر لناسج هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتماه وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكناه وسر له عيبه وعجزه وحسره وعياه وكاتبها وقاريها ومن أصاخ إليها سمعه وأصغاه. اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره وولاه ما شنفت الأذان من وصفه الدري بأقرات جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود حلاه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.